ولمزيد من الحديث ونقاش مستقبل الولادات الجديدة في العراق في ظل زيادة معدلات الفقر والبطالة في البلاد، معنا من عمان الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علو. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم دكتور. هؤلاء المواليد الجدد في العراق الذين بلغ عددهم 1,200,000 خلال السنة الفائتة على سبيل المثال، نتساءل عن أي مستقبل ينتظرهم في ظل دولة ينخرها الفساد الحكومي على كل مستوياته وتعاني من بنى تحتية مهشمة وأوضاع اقتصادية صعبة. حقيقة في العراق يعني منذ 1958 ولغاية اليوم لا يوجد قانون يعمل على تنظيم الأسرة. هذا جانب خطير جدا في حالة الزيادات السكانية والنمو السكاني الذي لا يتناسب مع الخدمات الواجب توفرها من قبل الحكومات المختلفة. هناك تراكم في أنواع مختلفة من الأزمات يتمثل بظاهرة الفقر. أصبح الفقر في العراق ليس وإنما ظاهرة متلازمة مع عدد من الحكومات المختلفة التي لم تتمكن أن تضع لا قانونا ولا تضع برامج حقيقية لإنقاذ هؤلاء. لو نأتي إلى مسألة تحليل للزيادة السكانية، لما يكون هناك زيادة سكانية في كل سنة يضاف إلى سكان العراق بحدود حوالي 1,000,000 طفل. المليون منهم بحدود 450,000 إلى 500,000 طفل أعمارهم في 6 سنوات يدخلون المدارس، يحتاجون إلى خدمات خصوصا في المباني المدرسية. نعم. ما لا يقل سنويا ما لا يقل عن 5 إلى 7,000 مدرسة تضاف. ولكن نلاحظ جانب الخدمات والبنية التحتية هذا غير متوفر على صعيد التعليم. نأخذ على صعيد الصحة، لم تتوفر لهؤلاء اللي هم 1,000,000 لو كان عدد المراجعين لأي منطقة سكنية بوجود هؤلاء الأطفال اللاحظ يحتاجون ما لا يقل عن بحدود حوالي 500 مركز صحي لرعاية الطفولة. نعم. وهذا أيضا غير متوفر أن يتم عملية إضافة سنوية. فإحنا نعاني إضافة إلى عملية توفير الغذاء وتوفير. نعم. وهذا يدفعنا للسؤال دكتور عن التداعيات والنتائج المترتبة على ذلك، يعني على هذه الأجيال. في النهاية هؤلاء بشر ويحتاجون إلى خدمات، وعدم توفر هذه الخدمات سواء على صعيد القطاع التعليمي أو الصحي أو غيرها ستجعلنا أمام جيل يتراجع مع الأسف الشديد. بالتأكيد نلاحظ أن الحكومات العراقية والمفكرين السياسيين الذين أساءوا حقيقة خصوصا من 2003 ولغاية الآن أساءوا في عملية إدارة وتنظيم ما يحتاجه الجيل الجديد. هذا غير موجود. لا يوجد أولا صندوق استثماري سيادي يخص الأجيال القادمة. جانب آخر، لم تتمكن سلطة الدولة أن تقر قانونا في تحديد النسل بسبب لوجود عراقيل مختلفة تتمثل أولا بالجانب الديني والواعز الاجتماعي المتردي والقيم والعادات والتقاليد التي أوصلت البلد إلى هذه الحالة الخطيرة جدا. لم نستفاد من تجارب شعوب العالم في كيفية تنظيم الأسرة. نلاحظ عام 1965 في تونس بورقيبة في وقتها
وضع قانونا سماه تنظيم الأسرة، بحيث أن الدولة تلتزم اثنان أو ثلاثة من الأولاد من العائلة بعملية الضمان الطبي، الضمان التعليمي والضمان الاجتماعي وغيرها، ما يزيد تتكفل به العائلة، وهذا مشروع معمول به بالصين. يقول نحن من ذلك. نعم دكتور، هذا جانب، ولكن كما يقول بعض المراقبين والمتخصصين، الأولى من ذلك أن تخصص الدولة من ميزانيتها جزءا يعني محترما كي تقوم بالاهتمام بهذه الأجيال القادمة وبالأطفال وبالمواليد الجدد، وهذا الأولى في أي دولة تسعى إلى البناء وإلى صناعة المستقبل. بالتأكيد هذا جانب جوهري وأساسي وحق من حقوق الإنسان ومقرور في الدستور أيضا، يعني هناك إقرار كبير جدا في مواد الدستور أن على الدولة أن توفر متطلبات ومستلزمات الطفولة وكذلك أيضا حقوق الفرد وغيرها من الخدمات المختلفة، ولكن لماذا لم تهتم الدولة بهذا الاتجاه لعدم امتلاكها أي شكل من أشكال البرامج الخاصة في عملية تطوير الخدمات بكل أشكالها خدمة للمواطن؟ هذا غير موجود في العراق كفلسفة، يعني نلاحظ حاليا منذ 5 أشهر ولغاية الآن لم تتمكن القوى السياسية بالاتفاق على برنامج حكومي. نعم. فإذا هناك خلل كبير جدا أن العملية السياسية وجودها أصبح كارثي على العراق إذا ما استمرت، ونحن نتجه إلى انتهاء قرب انتهاء الفترة الزمنية للإصلاح، خصوصا في هذا الجانب الاجتماعي والاقتصادي المهم جدا للأجيال. أشكرك جزيلا الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور صباح علا، وكنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.